عظماء الأمة. ميلاد الإمام أبي القاسم القشيري في ربيع الأول سنة 76 للهجرة. ولد الإمام أبي القاسم القشيري في شهر ربيع الأول سنة 76 للهجرة بنيسابور، واسمه عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري، فقيه شافعي، إمام الصوفية، وصاحب الرسالة القشيرية في علم التصوف، ومن كبار العلماء في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة وعلم التصوف. جمع بين الشريعة والحقيقة. من أبرز مشايخه الشيخ أبو علي الدقاق، وأبو بكر الباقلاني، وأبو إسحاق الإسفرايني وغيرهم. صنف الإمام القشيري العديد من الكتب والرسائل التي فقد أكثرها، ومن أبرز مؤلفاته الرسالة القشيرية في التصوف، ولطائف الإشارات، وناسخ الحديث ومنسوخه وغيرها. توفي الإمام القشيري صبيحة يوم الأحد 16 من شهر ربيع الآخر سنة 65 للهجرة بمدينة نيسابور.